شوي الا 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 عباس جاي يركض يركض حما حيله. الا قال لي يا العزاق قال بشربه. الا تعالوا لبوا هلا من السطر اذتنا تاكل الضباي والغزلان. اسمع من السطر من السطر شايل ايش اسمه لبوه هلا وجاي يركض حما حيله. قال هذا هذا 10 ضيوف هو يقطه حيو هذا شوي الا الا زارق ما ادري وين راح. الا جاي يركض انا الا معه اسد اسد معه حوار ايش اسمه حوار ايش اسمه شبل شبل احس المهم نسيت بقول شبل المهم أسر. لا يحذف عندي قال هذا كرامتك تستاهل. قلت والله نعم والله نعم هذا عمي خاب شو اسمع شوين جاء شوين انا جاي هناك الاسد اللي اللي ما عمر شفته بحياته من كبره كبر هالباب اي واسد لونه اسود بس بالافلام جديد ذاك نمر لكن الله هباس امه اسمع جنوطه دفعه خاصه اسمع على هباس ايش قال؟ ايش قال هباس؟ قال والله ما يروح ويركض وينصاب حلف بالله ايه اول ما نصاب ويمعط بوجهه بوجهه اللي هو اللي هو هو بالقاع قال خلاص ايش قال؟ اسمه خلنا كذا مسكته خنقته 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 خلنا كمل قال لي قال هذه هذه هديه لحاتم الحربي حي شرب ساعات حي شرب ساعات حي شرب ساعات وانا اشيل طال عمرك وانا قصبه وانا احطه بظهري نضرب الجاد والحما ذيك وين جبت ولدك اليوم؟ ها؟ الدرس راي العزي خل خل غني لك هباس الحما جبت ولدك اليوم؟ الله طلعت الاسد؟ نعم اي ولا قلت ورا ورا جلدها اسود ورا جلدها اسود اخوة العيال اوه هذا ترى هذا من الحماس من الشجاع ما عليك من الشجاع اي ثبت رجل وانا خنته اي هذا اذكرك بغ ايه هذا اخو ابوي بلشنا ابغى مدى ولا بكره بكره اجيك هذا الروق ما عليك تقعد وانا خنقه من اللون من اللون خنقه حماس المهم اسمع ما زايد ما اسمع استلعب بوسال زهمت علي لا 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 والله ما زهمنا قلنا الاسد ايش لك جيت ها جلستكم خايسة. 46 هذا يقول جلستكم خايسة وراح. ايه حق التيك توك يا عيال ارحب يا سيف الهاجري لبالة عينك ارحب ارحب الله يعزك الله يعزك. صقر صقر. يا سيف يا سيف يا سيف بس بس خلاص يا سيف. اه وردتين. ايش عيال هذا مدح مو بسبه ايش فيكم؟ بيض الله وجهك يا سيف بيض الله وجهك. اه عساك تمد من زود. ايه هلا. المهم ها ابغى اغني لك غني يا العزي غني بس لا تفهم مقصد دشين ايه عارف اموري هالعزي ما تجي كريم يا بارق سارة ما احلى حلو حلو دل خند اسف كم كم حلو وقف خلنا نكمل خلنا نكمل لا ما عليك امسح بوجهي يا انك لا ما عليك ما نكسر ما نكسر المهم كريم يا بارق سارة سارة محلى رزينا الرعد فيه محلى رزي ما رعد فيه يا ابو خشم مقلقلة هذه يمي العزي لا لا ما اقصدك شيء يا ابو وجهن مسوى بحر لي وغني بحر لي غني حتى تواه من السوق شاري تواه من السوق شاري يا ابو اذنين مصغرة لا تبيري تقول من يدنا ويا ابو اجبهة مكبرة هذه يمي دي عزي شعرك تقول
سيم واعي والله انه يم العز شعرك تقول والله انه يم والله انه يم العز التوب خلاص من يمك رجع رجع يا ابو اجسم الغى لا 20 دقيقه هذه يسوون له زياده معده ايه توه من السوق شاري توه من السوق شاري يا ابو اجنب يا اخضر يما توه الحمد لله سلمت من الحلاق شاري توه من الحلاق شاري وذب علي وذب على نفسه يا ابو اتفلت مجهولة حتى الهدف عكسي اي والله هذا رجعت عكسية الهدف عكسي تقول لي عاد والله انت من سنين الربع ايه شف مرة ايه جوعانين بالغابة خلنا نسألك بغابة اي وتبنشرنا فوق يا اخي تاكل لا تقول حماس مرة جوعانين بالغابة جوعانين لا اسمع اسمع عاد بقولك يا ولد ذابح 20,000 اسد جوعان من ضيوف طيب اسمع 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 طرقية. انا بعطيكم قصه طيب الزرافه الزرافه صار عندي قصه واو الزرافه اي اسمع بيت بالعزي والله يلعلمه والله يلعلمه تعال شوية بالعزي بالعزي بحذف بك عرقبه وتشلوط بك تشبط بك عطوا بعض والله يروح العزي قلب شربي وانا امسكه مع غاربه شفت ومن عند جنبه قلت روح شدد الله رميك خطاك لا خطاك وش رمي مدي. ما معنى بسد الساعي الله مدح بيمانينا هذا سلاحك سلاح صح ولا العزي ايه بس بدون حلف وانا حذب وعز رافعي وما تقول بو تقول بو تبلط بلط الا الا العبيب مثل كم بك ما راح نجيك شو اقعد ينقص اسرع اسرع والله اسرع الا العزي قلت لك فيها عباس وين تجي اظهري وتسوي معك وانا اقول اعلمه اي وانا اجي للزرافه قلت وطي لي راسك بادب اي بادب يا اخي يا اخي محترم محترم وشجاع محترم وشجاع كيف اي 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 وجيك واقول له نزلي راسك ومير والله تجيب لي راسه هي جت ولا ما جت وانا احط يدي انت كذا ويدي انت كذا وانا اخنزه اخنزه وانا براسي ميل على يدي اي خنزه اي ومير قول بيتي انا موقع بجا وسلمى اعوذ ما علمي بالعزي هذا الطريق وانا اشوف ترحيبكم بعد طلعت ايه؟ لكم سوابق بالغابه طين اي ترى حنا ايه؟ بعد حي والله العظيم ما خلينا غابه بالديره ما بس احنا ما ودنا نعد سالفه الديناصورات لا احنا سبب من قرابه امسح بوجهي بس هالمره لا تقول اخر ديناصورات جونا طرقيه قال العزي والله اني لعد لكم كرامه ما عدت على وجه البسيطه بس انت قلت في قرضون ما يقرضون قال يا رجال ضيف رحم يا ربع اسمع اسمع ايه سنت من سنين احنا ارجع على سالفه ايوه سالفه لا خلنا سالفه قول حياه فلان عشان ما حد يتسدد ايه ايه والله يوم ما انا هباس جينا وحياه فلان ايه يوم اقبلنا على قريه حلو ايه القريه هذه ما نعرف شو اسمها احنا هابدين هلو جينا طال عمرك احنا لابسين شمغ وحالتنا حاله ومبهدلين عباس كان معي تخبر يما اي خبره خبره سني اذكر عشاي اللي قبل شوي ايوه احنا منصلجين هاللون على القريه فجاه لا طال عمرك امر قدامنا هاك الرياجي يمكن ولا 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 300 رجال ونلقى لنا واحد انقال له حاتم الحربي تشاف واسمع تشاف دادي اسمع وكان شايفك وانا اقول ايه يسلم يسلم ايه ينقال له ينقال له حاتم الحربي ايه انا اوجهكم بهاي غريبه شايفكم من قبل المهم هلا اذني والله تجي لا والله
المهم السلام ينقال له حاتم الحربي. انت كنت مخلي الدقن؟ هي بس وانت كنت شايل الدقن؟ ايه حلال يوم اقبلنا طال عمر السلامه ايه ونجي طال عمرك على هاك الريجين كن أربعة لا تعد السالفه بشوش راسه لا ما عليه تضمنه ما عليك اضمن اسلم تضمنه ايه. يوم اربع رجيل وقدام غير اربع رجيل هذول اربع رجيل جالسين على كراسي ايه زين يا مار هاك الرجيل يمكن حوالي 300 رجال اذكر بالمحاري صفوف يا رجال ما 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 تشيل ما امه قالوا اذا كلوا في اثنين شجعان شجعان جاي من الغابه جاي اسرع اي اسرع جيت انا محزمن بسلاحي ايه محزمن بسلاحي سلاح كبار تدري سلاحي منه وانت بشرب ساعتك المهم شوين حنا ندخل على هاك الريجي اي يوم دخلنا يا مان هاك اربعة رجيل وادخل انا اول واحد قدمتوني ولا انا هذا ما تطيب منه ايه انت شايف تخدمنا شو مطلق ايه يوم دخلت انا وانا ازامر عليهم قلت انا والله ما لا والله ما والله اي ايه والله جا قلت عاد الله عباس وحاتم يدخلون معي قال وين قلت القريه القريه هذه ما ادري ايش فيها داخل زين والله انا قالوا لي خليك على جنب انت اقعد هنا جاء انت يا عباس ايش هذيك انتم؟ اهلا وسهلا جاء عباس ايه الا عباس غداله مطالب شيل ابوك وحط اخوك ايه وين؟ وارفع طمن شوين الا عباس جالس جنبي شوين الا داخل طلق حجاجين حاتم الحربي شفت سعد يوم دخل طقنا مرازيم طق خمس مرازيم الله اكبر عليك هو بلاش ذاك الوقت ها؟ اي شوين الا طال عمرك قالوا له اقعد جنبنا والله يوم ها ويدخلوننا هكا القرية يا مار قدامنا 27 نقص منهم ثلاثة كم بسرعة 24 يا مار قدامنا 24 رجال ما نعرفهم حنا ما نعرفهم لوبة ندخل طال عمرك ونسلم عليهم وهذا وشوي صارت ميانة ودينا نضحك مع بعض صرنا عرب من وحدة يقولون لنا بني سكرت واطلقوا علينا اسم بني سكرت الله عليك والحين من هاك اليوم لوك هذا وانا اعد القصه شوش راسك بح يشوش راس ولا غدي ما يلحق له مدى بنوبه اصلا يوم يقولنا على على بني سكرت اللي شطف هو اللي هذا يكون اللي ببالي ايه داح لا اه اللي شطف مش على نزي يعرف ان الكاميرا ما يعرف لا لا اشوف انا شفت كعب انا لا. بغيت اقول جني شلك ما كذا ما هو اسلم اي بالله والله عادي والله قول شجع